مرأة. السلام عليكم. سلامي الحار للرأي العام، وكنبارك له هذا الشهر مبارك من سعود ندخلوا عليه بالصحة والسلامة. وبالنسبة لعيد المرأة، أنا ما كنحتفل لا بعيد مرأة ولا عيد الأم ولا حتى بشي حاجة. أنا الأيام كلها عندي نكد في نكد في نكد، ما دام تهمي مازال حقيقته ما بانش. سينراء واحد سيد شهد كلمة حق، شهد بشنو شاف وشنو عين في الوقت فاش كان تهامي في السيارة. من تما هو متعرض لضغوطات عبر الإعلام، عبر الهواتف، عبر كيتبعوه بالطوموبيله إلى آخره. مهم سيد مهدد، أنا كنحس بالذنب كون واحد سيد جاء يشهد كلمة حق باش ينقض واحد الملف من واحد اغتصاب، ملف مغتصب بغى ينقضوا، حنا غادي نأتاكيوه بحال اللي أتاكينا شحال من حاجة اللي غادي تهضرنا على التهامي ولا اللي غتبين لنا حقيقة التهامي. هذاك السيد تعرض مؤخرا واحد العنف من طرف واحد الشرذمة ديال الشباب اللي ما لحد الساعة. مهم دابا راه دار الإجراءات ديالو، شفنا الفيديو، شفنا كل شيء، دار الإجراءات ديالو القانونية، غادي تبان المسائل إن شاء الله. إنما هذاك السيد في الحقيقة مضغوط عليه وعايش دابا حياة غير طبيعية. علاش؟ لأن مضطهد متابع. أنا ماشي بحال الأمهات، أنا المسيرة القضائية ديال ولدي ما خلتناش نكون بحال الأمهات، ما خلتنيش نكون بحال الأمهات. بعض الأمهات يعني شحال من أمهات مساكن هما واخدين لهم حقهم مخوض لهم حقهم وساكتين. العيد ديالي هو من يعرف الحقيقة ولدي، العيد ديالي هو من يتبان حقيقته ويتبان والقضاء يدير خدمته على أحسن وجه، والقضاء يلبي لنا الطلبات ديالنا يعني يلبي لنا الطلبات ديالنا ويدير بها، أو إلا رفض وشاف هو عنده أدرى بالقانون إلا رفض يعطينا علاش رفض سي تو. فهمتيني؟ هذا هو المهم أنا عندي في هذه القضية ديال التهمية بناني. نعم، انا بالنسبه ليا القضاء غادي يدير خدمته، ما يمكنش ما يديرش خدمته، لان القضاء الدور ديالو هو تحقيق العداله، لان ما يمكنش قاضي تعطي جميع المعطيات وما غادي يحكمش بالعدل. اما بالنسبه لواحد الحاجه اللي خطيره جدا سمعتها البارح في احد المنابر الاعلاميه، كيقولوا بانها استاذه حياه راه بغات تبان في الكاميرات، بغات تبان في الصور، واش والله يعطيكم حالتها واللي تعجبت بلا وحشومه هاد الشيء، واش مرا مكلومه بغات تبان في الكاميرات، واش يبانوا حتى انتم يدير لكم ولادكم داك الشيء ويجيبوها في الكاميرات، واش واحد كره، واش وحده تكون كرهات جالسه مع ولدها، واش وحده كتشوف ولدها مقطع الاعضاء ديالو راسو، هذا كلشي عارف الحقيقه، علاش كيخبيو الحقيقه؟ راه باقي ما غنتقاوش بلاد بنت، قسما بالله لا زمن، فهاد الشهر المغفره عند الله قسما انت غيبان الحق، والله ما غنفتحو حتى كيبان الحق. الحقيقه انا ما حضرتش السيده، خرجت من فعله، الدفاع ديالي خرج من فاعل، ما عرفتش بالضبط شنو وقع، على أين تأخرت لغاية دابا 15 يوم. لا دفعت أول لأنني أنا البارح ما نعش، أولا من هذا المنبر كنقول لك أنا كانت عندي ظروف خاصة، الزوج ديالي الأستاذ المغاري كان في الكلينيك، مشى الكلينيك في واحد الوعكة صحية خطيرة، دار واحد العملية جراحية اليوم في الصباح، ومع ذلك جيت تطبق ملف ديال بنهاني ثاني لأنه أمانة في عنقي، عاد مشيت لتحت الكلينيك يلاه جيت منه. هذه الأسباب اللي جعلتني كنفاعل، وملي وقفت في الجلسة استفزت من نوعي ما، لأني ما تقبلتش وضعيات شتا، ولكن أنا في الجلسات الفارطة ستوري الأيام ما معنى مصداقية ديال الكلام اللي كنقولها، وغنحقق ماشي أنا ما غنظلم حتى واحد، وتحقق العدالة، وأن العدالة في حق جميع المتورطين بما فيهم اللي من بعد 11 الليل، الهواتف النقالة، لأنني أنا طلبت تحقيق تمهيدي. مع عمري ما طلبت المضايق، ما كنتش كنتصور القضاء غادي يحد ذوك الجوج، لان كاينه اللي تحيدوا الاعضاء من بعد 11 الليل، اللي غبرجوا من بعد 11 الليل، لان الجريمه راه وقعت 14/3 وراه تلقات 3/4. التهامي واش 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 عيش كيف تيقول الدفاع؟ هاد التهامي الله يرحمه واش مات باوفر دوز؟ كيف تقالت في التعليل؟ وهذا التهامي الله يرحمه واش مات بحبه وحده؟ كيف قالوا المجرمين؟ ولا متهمين بامبورت،
هاد اللخبطه هادي ما هاد اللخبطه ما كتادي بنا الا باش نبقاو حنا تالفين. شو راه بدءا من الدوزام جو مغابيل بدءا من الدوزام انها طرحت المشكل ديال التهميم بشكل انحرافي بشكل زعما ديال بهذه المقوله هذه ديال الشماكريه محور الحديث ولا محور البرنامج كله على المخدرات وعلى الانحراف وعلى وبينوا التهميم في واحد الموقف خطير. اذا هذاك لبدو كيف تبدا من باب الليسي قالت لي ياسين باء قالت لي المخدرات كيف تم على صعيد لوغان هذاك الدوزام كيقولوا المخدرات كيف هذه الخطه بقات ماشيه 17 عام ليومنا هذا لاصقين في المخدرات. اذا هذا مشروع مبدي انا كنقول لكم من هنا مبدي فاشل وما غايكملش بالمخدرات غايكمل بالحقيقه ديال التهامي. الا ما تعطاناش حقنا ديال حقيقه التهامي راه عندنا طرق اخرى باش نعرفوا. هذا هو اللي غادي نقول. اللي قال علاش حياه خرجت لكندا ولا حياه كيهضروا فيها ولا حياه انا شوف خاص الراي العام يعرف وهذوك الناس يعرفوا بلي ان الله سبحانه وتعالى عطيني قوه من عنده ما نتحكمش فيه. انا كيبان لي العجب في راسي كنقول كيفاش شي حياه انت بقيتي ما لحتي حوايجك ما حماقيتي ما تزحفتي ما حتى حاجه ما وقعت لك. الحمد لله يا بلوس الشكر لله. ولهذا انا غادي نبقى مستمره في هذا الملف حتى غادي حتى غيطيحوا الريوس. شكرا. الريوس اللي كانوا في قضيه تهمي بنان. شوف انا عيد المراه انا قلت لك ما كنحش به ما عنديش ما كنعيشوش ما كنعيش حتى عيد. حاجه وحده اللي كنعيشها هي رمضان اللي كنتقرب لسيدي ربي وهكذاك وما خلاونيش نتقرب لله ما خلاونيش نشوف راسي ما خلاونيش نشوف حياتي ما خلاونيش خاسره فلوسي خاسره حياتي خاسره ولادي خاسره داري خاسره كل شيء. اي بورتو مازال الهضره تبعك انا محصنه ان شاء الله باذن الله وعندي واحد اليقين ان ربي غادي يبين الحق. واحد السكينه نازله على قلبي بلا ما يحتاج يتمحنوا راه واخا يديروا اللي داروا اقسم بالله الا عندي واحد السكينه كوني انني غادي نوصل للحقيقه ديال ولدي وغنعرف الحقيقه ديال التهامي باذن الله ويعرفها العالم باسره. نعم العيد ديالي هو نعرف الحقيقه ديال ولدي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا